الفائزة في مباراة ألمانيا وأمريكا، وفي طبعا فوز الطرف الآخر هنا في فارق الأهداف بقى يحدد المتأهل الثاني في هذه المجموعة. إذن الصراع كبير، الأمور هنا في ملعب اللقاء ملعب كريستيانو رونالدو. البداية السريعة، الكرة في المرمى، يا ولد يا ولد يا ولد على الكرة الحلوة، أول كرة من أحسن لاعب في العالم، أحسن لاعب في العالم 2013. أدي أمامنا هو CR7، شوف الانطلاقة وعاملها، 40 هدف في 114 مباراة مع منتخب بلاده منتخب البرتغال. كريستيانو رونالدو يسدد، ولكن على توقع من الحارس، توقع بالحارس هنا، الحارس داوود على طول يطلع الكرة إلى ركلة ركنية لصالح المنتخب البرتغالي. تاني كرة من رونالدو النهاردة اللي هيكون القاسم المشترك في هذه المباراة. الجميع ينتظر رونالدو، الجميع يعمل عرضية مثالية، جول 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 جول، لكن ينقذها داوود، الكرة قلنا جول لأن دي حاجات رونالدو اللي بيخلص فيها على طول. أدي فرصة بتضيع في الدقيقة 19 رأسية، ولكن يتألق داوود، فرصة هدف اتعملت حلوة قوي من جواو فيريرا، والدفاع المنتخب سجل، ده اللي بيسجل، ده جيان اللي بيسجل، ولكن جيان يضيع. ادي امامنا جيان، جيان يضيع فرصه كبيره جدا اهو، فرصه من جيان ضايعه في الدقيقه كام، الدقيقه 20. مباراه حلوه قوي، باديه حلو المباراه، وفرصه بيه كره الثابته يلعبها امامنا اهو، لعب كوادو ازامو امامنا، لعب اليوبي امامنا من نجوم اليوفنتوس. ادي امامنا ازامو يلعبها حلوه قوي، ازامو ضربه راسيه، ضربه راسيه من اللاعب جيان امام برازيل اوروبا مع برازيل افريقيا، ولكن الانشب جول، الانشب جول، الانشب جول. ادي امامنا هنا الكوره، اللاعب بوي، تصرف صبياني من اللاعب بوي في اللقطه الماضيه، هو جاب 3 اهداف لمنتخب بلاده منهم هدف في النيجر في امم افريقيا 2013، لكن المره دي بوي بقى النيران الصديقه في هذه البطوله، يعني يبدو موجوده وموجوده بقوه، والهدف اهو بيسجل في هذه اللحظات عن طريق المدافع بوي. شوف امامنا الكره العرضيه هنا من جانب، في واحد على الكاميرون، ودي ودي رونالدو، لكن يتالق داوود 5-1، ودي في شهر مارس على الكاميرون، وكان سجل رونالدو هدفين. وامامنا هنا كره من رونالدو، لكن على طول تصدي من حارس المرمى الحارس داوود، عايز يعدي، عدى حلو قوي اسو، ومر ويلعبها جميله، يا ولد يا ولد يا ولد على الكره الحلوه، يا ولد على المهاره العاليه. شفت كره احمد موسى النيجيري اتعملت ازاي في مباراه الارض، ومشاكل في الجهاز الفني، وانا بملي الكره، اوعى 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 المره دي، مش معقول، ده جون بوي نجم الشوط الاول في هجوم المنتخب البرتغالي. جون بوي امامنا، شوف بقى الكرات خلاص اصطادوه ولا ايه يا ملعوبه، الكره امامنا اهو، جون بوي في هذه المجموعه. المباراه الاخرى التعادل سلبي، يا ولد يا ولد يا ولد على الكره الحلوه، يا ولد على جيان وعلى مهارة جيان وأداء جيان، وعايز ركلة ركنية، ولكن كورته تطلع تسديدة، لكن تطلع التسديدة فين؟ بجوار بجوار القائم أمامنا هنا، هيشوف الكرة يا دوبك يا دوبك على بعد إيه؟ وأدي حارس المرمى، يعني حارس بيته، حارس مرمى، داهم الصدارة بخمس نقاط وزائد 8، والبرازيل 5 نقاط وزائد 5، وأدي أمامنا التعادل، التعادل التعادل جيان، التعادل التعادل لمنتخب غانا. إذا تسجل ألمانيا في مرمى الوحدة الأمريكية، ويسجل جيان هنا في هذه اللحظات الهدف اللي امامنا هنا، هو الهدف السادس ليه في نهائيات كاس العالم، وتصبح النتيجه 1-1 في الدقيقه 57. هجمه حلوه قوي من المنتخب الغاني، اللي دايما منتخب غانا هيبحث عن الفوز، يعمل عرضيه جول، يا كوره يا كوره، ضاعت الكوره على وريس، ضاعت الكوره على وريس، مش معقول يا وريس، مش معقول، جيال عمل لك عرضيه، والبرتغال خلاص، البرتغال المشكله عندهم لما يدخل وراهم هدف الامور بتتلخبط. شوف الكره العرضيه فين، الرقابه فين، بيلوز وفين رونالدو، مش هيراقب مين ولا مين. شوف هنا بقى، ادي الكره العرضيه فاضيه من جانب بيبي، وسقوط وريس والتسديده، ولكن بعيده. لاعبي المنتخب الغاني بيلعبوا على ركله الجزاء، لازم ينكلوا على الكوره، يعني عايزين ياخدوا ركله الجزاء بالعافيه. شوف عندنا الكره العرضيه ايه من جانب اللاعب اتسو الى اللاعب وريس، والتحام عادي ما بين وريس رونالدو، رونالدو رونالدو، ركله الجزاء يبحث عنها، لكن لسه حكم اللقاء، وتطلع الكره لركله ركنيه، المطالبه بركله الجزاء. ادي كريستيانو رونالدو بقى مش في الفورمه، رونالدو مصاب، رونالدو الحاجات دي حط بقى ظهره، يعني في في يسبق المدافع، يبقى المدافع في ظهره، والكره تبقى لسطحه. وادي امامنا، وادي اوعى الكره، مباراه نتمناها ان شاء الله لمنتخب الجزائر. وادي امامنا العرضيه، لكن هنا بقى المره دي منسى، والكره العاليه، وداوود رجع هديه رونالدو، يا ولد يا ولد يا
ولد رونالدو، رونالدو اخيرا اخيرا يسجل، اخيرا رونالدو يسجل بهديه. شوف هنا الدفاع، الدفاع القاتل منساه وبوي، ويجي داوودة بقى يرجع، يا راجل حد يرجع هنا ابدا، يدي هديه رونالدو. رونالدو لا يخطئ هذه الكرات. شوف عندك الكره العاليه، وادي راسيه من منسا، وجون بوي خلص على داوودة، وداوودة راجل سبع ثقات، وادي تسديده، ضاع التعادل، ضاع التعادل في هذه اللقطه. ادي امامنا التسديده القويه، ولكن كره، شوف كره في منتهى القوه، الكره اللي امامي هنا هاد. طلع يا راجل اللي جنبك، طلع اللي جنبك، عملها عرضيه رونالدو جوه، يا رونالدو ضيع، رونالدو مستعجل، رونالدو ضيع، رونالدو الكوره كان ممكن قوي يسجل امامنا هو رونالدو. الوقت لسه، الوقت ممكن يسعى في المنتخب البرتغالي. ادي امامنا الكوره رئيس، يعني عشان اللعيبه تاخد فلوسها والانتماء مش موجود والاداء هنا. هو رونالدو بقى بتاع الهدف الواحد في كل بطوله كاس عالم. هي الكوره مش عايزه الا كده، الكوره مش عايزه تدي احسن لاعب في العالم ما يستحقه مع جيان الصبوه اللي بيسجل في هذه اللحظات بقى، يعني اسمه، ولكن كورته الى خارج الملعب. هي اللحظات الاخيره، الولايات المتحده الامريكيه هي من في المركز مع المنتخب الامريكي اللي طبعا احتل المركز الثاني في هذه المجموعه، وبالتالي ننتظر ان شاء الله المنتخب الجزائري في مواجهته القادمه امام منتخب روسيا. كريستيانو رونالدو يودع كاس العالم بالهدف المعتاد 2-1 للبرتغال امام منتخب غانا في هذه المباراه. الرصيد من النقاط.